عليكم احبابي. اليوم نتمنى هذا الفيديو تلقاكم باحسن الاحوال. غادي نتقاسم معكم اليوم واحد التحضيرات ديال ولدي، يلاه دار العام اول عيد ميلاد ليه، بغينا نفرحوا به. المهم هنايا جيت نتقاسم معكم هاد بعض المشتريات اللي شريتهم من المتاجر الاسيويه. هنايا كما كتشوفوا هاد الاوراق هادي كندير بها، غادي ندير عليها المملحات، هاد لي بلاستيك غادي نحاول انني نزين به لي بوفي ديالي. هاد الحوايج هادو ما كيتنقاموش، غاليين رخاص، نحاولوا اننا نخلقوا واحد شوي ديال الجو ديال الفرح، نبدلوا شويه ديال الجو. هادو باش نزين بهم بعض المملحات، وهادو جبتهم على حساب لي بانكيك. هادي كما كتشوفوا لي بالون على حساب لي بوفي حتى هي. مهم هما مستحضرات في متناول الجميع، نقدروا نلقاهم في اي محل اسيوي توفرهم بكثره. وهنايا هاد الاوراق هادو جبتهم على حساب المملحات، وهذا لي بالون ديال لي بوفي، وهادو بعض من التزيينات ديال لي بوفي. نتمنى انهم يعجبوكم، حاولت انني نشاركهم معكم، نعطيكم بعض الافكار. هذه كما كتشوفوا شميعه، وهذه واحد المساك اللي غادي كنديروه هكا الكومبلي انيول اعياد الميلاد. وهنايا هاد لي بابيل هادو كنحضروا بهم الطباسه اللي غنديروا فيهم الطارطه. هنايا حاولت انني نجيب شويه من الحاجه هكا، نحاول انني نخلق واحد الجو هكا. هاد القراعي هادو ديال الماء حاولت انني نطبع عليهم الاسم في هاد الاوراق هادو، لصقوا كيجي هكا، كيجي الشكل ديالهم رائع. هم اشياء كنلقاوهم في اي متجر اسيوي. هنايا غادي ننتقل بكم لبعض من التحضيرات اللي حضرت في هاد لي بوفي هذا. هنا خديت شويه ديال التمر، حاولت انني نزينه بشويه ديال القرقاع. خديت هاد المول هذا اللي غادي نوضعهم فيه. التزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم، ممكن انكم ديروا كاوكاو، ممكن انكم ديروا بعض من الحلوى او عجين السكر، كيبقى داكشي على حسب الرغبه والذوق ديالكم. انا كنفتحو وكنحايد منه هذاك، نزول ليه داك العلف وندير فيه القرقاع لهذا الشكل. هذا كيجي المنظر ديالهم راقي ورائع، يجي لهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وهنايا حاولت انني ندير بعض من المملحات. هنايا حاولت انني ندير واحد شويه ديال البريوات، خديت واحد العلبه ديال الطون، واحد جوج ديال بطاطس مسلوقات، حاولت انني نسلقهم ومزجتهم مع هاد المكونات هذه. درت ليهم واحد المعلقه ديال قزبر، واحد المعلقه ديال المعدنوس، خلطتهم مزيان. وهنايا خديت الورقه ديال البسطيله على هاد الشكل كما كتشوفوا، حاولت انني نقسمها على زوج، من بعد كنطويها باش ما تقسمش ليا، وكنوضع فيها هذا الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. كناخذ معلقه وكنوضعها حاول انني نتني. حنا البريوات كاع كنديروهم، ولكن حبيت انني نشارك معكم هاد الافكار هادي ولو انها بسيطه. كنقطع وكندير لي هذاك العجين اللي مزجته بقليل من الماء، حاول انني نلصق، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق.
وهنايا حاولت انني ندير واحد الميني بسطيلات صغيرين، خديت لي شامبينيون او الفطر، حاولت انني نقليه في شويه ديال الزيت البلديه مع شويه ديال الخضره اللي سلقتها على هذا الشكل. هذا انا جبتها جاهزه. وهنايا الشعريه، خديت الشعريه الصينيه اللي حتى هي سلقتها وحاولت انني نخلطهم. هنا ما شاركتش معكم المراحل بزاف، شاركت معكم غير بعض اللقطات لان هادشي بسيط وممكننا اننا نحضروه. انا كما قلت لي سبق لي وقلت لكم كنعطيكم غير بعض من الافكار. هنا كنضيف الخضره اللي سلقتها هنايا، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. كنحاول انني نمزجها مزيان. هنا كناخذ الوريقات اللي انا غنطوي غير على زوج، هنا ما غنقطعش، من غنطويهم على زوج غناخذ هذا الاركو هذا او هاد الحديده هذه كتباع في اي متجر اسيوي او متاجر الحلوى. كنوضع واحد الزوج ديال المعلقات ونحاول انني نسد. كيجي حتى هما الشكل ديالهم رائع، وخاصه الا درنا لهم شي تزيين من الفوق، درنا لهم طوماطي سوريز او درنا لهم اي اضافات، كيجي المنظر ديالهم راقي ورائع. هنا كنحاول انني نسدهم بالدقيق على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنطوي. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو بنان. كندهن وكنسد. هنا ما شاركتش معكم كاع التحضيرات، حاولت انني نتقسم معكم زوج من الحاجة. هنا خديت سلوفان او بلاستيك غذائي، حاولت انني نديرو على هذا الشكل وندير عليه هذا الخبز هذا اللي كيتباع في السوبر ماركت، تقدروا تلقاوه في اي سوبر. وبالنسبه هنايا في اسبانيا تقدروا تلقاوه في ميركادونا، ليديل، ديا، اي سوبر ماركت. انا كنحاول انني ندهنو بهذا الجبن، نتوما تقدروا تدهنوه باي كريم هولالا ولا اي جبن. هنا انا كندهنو بهذا كيسو هذا او جبن على هذا الشكل، وكنضيف له مرتديلا او الكاشير. كنحاول انني ندير منه نقسمه او انني نقطعه على شكل مربعات كما درت له، كيجي المظهر ديالو رائع وبنين. اتمنى انكم تجربوه. هنا من بعد ما دهنت الطبقه الزوجه غادي نسد بها الفوقة. وهنا كما قلت لكم الا بغيت نقسمه على شكل مربعات او انني نطويه، انا طويته على شكل رولي وحاولت انني نقسمه. واستعملت هنايا البلاستيك الغذائي باش نطويه، لان الطويه ديالو الا طويته غير هكاك بلا بلاستيك الغذائي كيجي شويه غليظ. انا كنحاول انني نتحكم فيه، كل ما كندور كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد كنقدر انني نديرو في المجمد بضع دقائق فقد نقسمه، وإلا ما بغيتش كنقدر انني نقسمه كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع. كلكم انكم تحضروه في الفطور في الكوتي، كيجي رائع في المذاق ولا في الشكل. هانتوما هنايا خديت هذا لي بيسكوي ديال اوريو، حاولت انني ناخذ هاد العيدان هادو نديرهم على هاد الشكل
وهنايا من بعد ما خديت شوي ديال الشكلاط درت له حمام ماريا، حاولت انني نزوق به هاد الاوريو ديالي على هاد الشكل، ضفت له شويه ديال الحلوه كيجي على هاد الشكل، كيجي راقي حتى هو. حاولت انني نزين به كما سبق لي وقلت لكم، افكار بسيطه قدروا اننا نخلقوا منها اجواء رائعه. هنايا خديت هاد لي بسكوي ديالي اللي سبق لي وصايبته ديال لي جينواز، وخديت هنايا رقم واحد اللي حاولت انني نقطعه. انا هنايا ما شاركتش معاكم المراحل ديالو، يمكن لكم تخليو لي في التعليقات الا بغيتو نشاركو معاكم، شاركو معاكم. نحاول انني نقطعه على هاد الشكل هذا. انا درت غير طبقه من هاد لا جينواز هادي لانني قررت انني نغير شويه، غير طبقه وحده، ونحاول انني نزينها بافكار بسيطه. وهنا من بعد ما قلبتها كنحاول انني نقطعها. وهنا هاد لا جينواز هادي اللي كتشيط ليا ما كنلوحهاش، كنحتفظ بها، وهنا غنخليها على جانب من بعد ونوريكم شنو غنديروا بها. هنا كناخد هاد الواحد ديالي كيجي الشكل ديالو رائع. هنا من بعد ما درتو في هاد الطبسي هذا على هاد الشكل، كناخد الجيب الحلواني، وهنا من بعد ما مونطيت الكريمه كنحاول انني نزين بها. هنا مراحل كما قلت ليا، كما قلت لكم ما شاركتهمش معاكم، كلكم تخليوا لي تعليقات شاركهم معاكم الا بغيتو. هنا كنحاول انني نزين على هاد الشكل هذا، كيجي الشكل ديالو رائع لا في الشكل ولا في المذاق. وهنا كما كتشوفوا على جانب عندي بعض من الفواكه اللي غادي نزين بها. نتوما كيبقى التزيين اختياري على حسب الذوق ديالكم. هنا من بعد ما ساليتها غادي ناخد شويه ديال الفريز، شويه ديال سيريساس او حب الملوك والكيوي، غنزين على هذه الطريقه هذه. نتوما كيبقى داك الشيء على حسب الذوق ديالكم، كيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق. وهنايا ديك لا جينواز اللي بقات لينا، انا غنوريكم شنو غنديروا بها. خديناها قطعناها على قطع صغيره وضعناها في هاد الكيسان هادو. من بعد درت ليهم الفوق شويه ديال الخوخ على هاد الشكل، وهاديك لا كريم اللي شطت ليا غنحاول انني نديرها الفوق، ومن بعد نزين باي فواكه بغيت، فريز او الكيوي او سيريساس او حب الملوك. هنا من بعد ما ضفت ديك الكريمه ديالي على هاد الشكل هذا، كنحاول انني نضيف الفريز. هاد التحليه هادي كتجي رائعه بديك لا جينواز اللي شطت لينا، كتعطيها واحد المذاق. اتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هادي، كتجي روعة لا في الشكل ولا في المذاق. وهنا يا أحبابي نسالي معكم التحضيرات في فيديو آخر إن شاء الله.